وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الباحث السياسي سالم اليامي. مساء الخير سيد سالم. سيد سالم، كما تعلم تتزامن الذكرى السنوية للثورة الإيرانية مع مسيرات ومظاهرات نظمها عدد من المحتجين ضد النظام في عدد من المدن الإيرانية. ما هي قراءتك لدلالات هذه الاحتجاجات في هذه الذكرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة يعني هذه التحركات الشعبية ربما تجد مناسبة الاحتفال بهذه الثورة التي تؤلم الشعب الإيراني، يعني ولعل هذا الحراك يعيدنا لكي نفهم جزء مما يحدث إلى مفهوم الثورة. مفهوم الثورة هو دائما يأتي لي يعني خلق مفهوم مغاير، واقع مغاير جديد يفترض أن يكون جديد وبعيد عن الخطط والتطبيقات والسيناريوهات السابقة. ولكن الذي حدث حقيقة في العام 79 هو يمكن أن نسميها ثورة إلى الوراء. يعني الشعب الإيراني كان يطمح للتخلص من نظام الشاه إلى الأفضل، إلى حرية، إلى عدالة، إلى مساواة، إلى مشاركة حقيقية، إلى نظام مستقر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. ولكن الذي حدث في الحقيقة هو عكس ذلك، ولعل ما يفسر هذا وهو بأصوات الإيرانيين أنفسهم في أكثر من مدينة حقيقة رصدتها التقارير الصحفية والإعلامية الدقيقة هذه الفترة، هو يعني حديثهم عن اختطاف الثورة. نعم، الثورة في إيران يعني ربما حرف مسارها واختطفت عن طريق الأيديولوجيا وعن طريق أهداف معينة تخدم فئة معينة لها أهداف دينية وأهداف توسعية سياسية واقتصادية وتخريبية في المنطقة بأسرها. القراءة العامة في الحقيقة هي تقول أن مهما استطاعت حقيقة قبل أشهر بمطلع هذا العام السلطات بالقمع وبالحديد والنار إسكات الناس، إلا أن النار الذي تحت الرماد هو مستمر، ولعله مستمر منذ العام 2009 وشهدنا في مطلع هذا العام، ويستغل هذه المناسبة. وهذا يعني حقيقة أنه مهما حاول النظام اختراع مناسبات للتغطية يعني داخليا وخارجيا، ولعل آخرها المشادات الأخيرة مع في سوريا مع دول إقليمية، هي في محاولة للهروب من هذا. ولكن دائما الاستحقاقات الداخلية، الاستحقاقات الشعبية، لا تنسى ذاكرة الشعوب هي ذاكرة واسعة، ولا تنسى مهما يعني حاول يعني القوة النظامية. نعم، إذا سالم، سيد سالم، كيف ترى مستقبل هذا النظام الحالي يعني مع اتساع دائرة هذه الاحتجاجات؟ الحقيقة يعني هو يعني كل أدوات السيطرة التي يشهدها المراقبون حقيقة للداخل الإيراني ويعني الأدوات التي يستخدمها في الخارج هي تعتمد على الإرهاب في الخارج، تصدير الثورة، يعني التخريب في المنطقة، وفي الداخل على قمع الشعب في الحقيقة وتغييب إرادته. هذه المعطيات حقيقة وإن طال بها الزمن وإن تمكن من يقوم بها من تنفيذها بطريقة ربما أصبحت حرفية وأصبحت بارعة للأسف، لكنها لن تطول على المدى البعيد. هي لا شك زائلة، زال نظام الشاه وكان أقوى وأكثر دموية وأنظمة أخرى. هذا النظام أيضا يعني الصيرورة له تاريخيا والرؤية المستقبلية له لن تستمر هذه يعني هذه الجبروت. والدليل حقيقة أنه كلما هدأت الأمور واعتقد النظام أن الأمور هدأت وأنه استقر له الوضع، استغل الناس، استغلت الذاكرة الجماعية الإيرانية الظروف لتعبر عن رأيها، وسيأتي لحظة يعبر عن رأيها ويكون هناك مع التعبير عملا يغير الواقع. نعم، من الرياض الباحث السياسي سالم اليامي، شكرا جزيلا لك.